مباشر للقاء الذي يعقده الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بالمنتخبين المحليين بولاية وهران. نتابع. كان لا أمن لا استقرار، أمنية أزمة، اقتصادية أزمة، مالية أزمة، اجتماعية المديونية آنذاك 32 مليار دولار، البطالة آنذاك 99.9%، 32.9%. أما السكنات ما نتكلمش عليها، ولكن قبل كل هذا هو الأمن. الأمن كان الخوف في هذه البلاد، كان الشك في هذه البلاد، كان يشبه فيهم ماشي ما بين جيران، ما بين في نفس العائلة، في وسط العائلة. وعشنا مآساة، حكيتها مؤخرا في الاجتماع، مآساة ما بين أخ وأخ، أخ معلم وأخ شرطي، والمعلم قضى على أخيه اللي هو شرطي، شرطي في الأمن. شيل عثمان، البلاد كانت في حالة على بركان سيرا فولكو، العمال 450 ألف عمل طردوا من العمل تاعهم، مفروض من FMI البنك العالمي. هذه الحالة ورثها سي عبد العزيز بوتفليقة. العهد الأول تاعو هي لو تتذكروا يوم 16 أبريل، هو انتخب 15 أبريل 99، 16 أبريل في ندوة صحفية، ندوة صحفية في مجمع شعباني، وحنا كنا موجودين معاه كالطقم تاعو، تكلم على أولا وقبل كل شيء إخماد نار الفتنة، الأمن والأمان. وبدأ من أبريل 99 الجول على كل التراب الوطني. رئيس الجمهورية من بويرة، بدأها في بويرة، بويرة كان فيها الإرهاب بقوة آنذاك على كل الولايات، تلاحم مع الشعب والخطابات. والشعب اكتشف عبد العزيز بوتفليقة مرة تانية بعد الحملة الانتخابية رجل أمن، رجل يعني يحب السلم والسلام. وأقل من خمس شهور بعد الانتخاب، أقل من خمس شهور بالضبط 16 سبتمبر 99 استفتاء برمي ريفرندوم على الوئام المدني 99%، ثم وصل العمل تاعو كرئيس جمهورية. ونادى نحن معاه في الحكومة، رفخنا كجنود في الحكومة، أقول كجنود في الحكومة تدريجيا، لأن الحالة كانت واحد يقتل ابنه ولا امرأة يقتلها زوجها وولادها، يعني من الصعب، كان الجرح عمق على المواطنين. الوئام المدني طبعا، ولكن كان لازم نوصل إلى درجة أخرى اللي كان السيد الرئيس في المخطط بتاعو، في الهدف بتاعو، هي المصالحة الوطنية. 2005 ست سنوات هو يعمل بدون هذا، بدون انتظار، إلى من أجل المصالحة الوطنية. وصلنا للمصالحة الوطنية، والآن الحمد لله الأمن والأمان، السلم والسلام والاستقرار. الاستقرار تاع كي يقول الاستقرار تاع البلاد، وراكم لاحظتوا هذه السبت الماضي يعني الأسبوع نصبنا تنسيقية جديدة، جيل بوتفليقة كان يتسحب، كان جيل بوتفليقة اتصلت شخصيا مع معنا موجودين رؤساء المنظمة الطلابية،
الآن تم المنظمات، انضمونا اثنين كانوا ستة، رم تم المنظمات رم موجودين هنا معنا. قلت لهم بالحرف الواحد في 99 كان اللي كان عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين كنت في الابتدائي، بديت في الابتدائي ثم رافقته السيد الرئيس من 99 ل 2018 يعني كل حياتكم الطلبة. لماذا الطلبة؟ سو سون لي تيموان دو ليستوار، هما شاهدين كيش كانت البلاد في 99 كيش راحوا الابتدائي المتوسط الثانوي للجامعة ومن بعد التدرج راهم هنا موجودين معنا. لهذا التنسيقية بإرادة منهم باش يكتبوا التاريخ، وقلت لهم من بعد 50 سنة يكون عندكم 70 سنة في عمركم، لأن كلهم ما بين 22 و 26 و 28 سنة. أحكيوا الأولاد أولادكم وأحكيوا البنات بناتكم كيف هذه البلاد كانت عايشة في 99، لا أمن، خوف، رعب، شك عن الموان. ثم في هذه المرحلة الحمد لله لما جابوا تلقاء رجع الأمن والطمأنينة عن المواطنين وعاشوها كطلبة من ثانويات إلى الجامعة. كل ما قدموا السيد الرئيس للشباب وللشباب وللشابات أحكيوا قولوا كان يا ما كان في هذه الزمان في 99 كنا في قاع البيض، وجاء الرئيس مصطفى طلع جزء من قاع البيض إلى النور الحمد لله. هذا هو اللي دفعنا باش أسس أو ننظم هذه المؤسسة التنسيقية الجديدة. شاهدين هما سو سون لي تيموان دو ليستوار، الناس اللي يقولوا ما كان والو في هذا البلاد هما راهو شاهدين معنا، كنا شاهدين ما انجز هذه المرحله هذه. الناس ينسوا كل ما كان والو يصوم بعد السياسيين يصوم عند الألزهايمر بوليتيك، سير الألزهايمر، تعرفوا الألزهايمر؟ الألزهايمر ينساو يتفكر ينسى كامل حاجة مليحة، يتفكر غير حاجة اللي مليحة. يا دي بوليتيسيان كي سو عند الألزهايمر، الألزهايمر بوليتيك سياسي. يا جماعة الخير كنا عايشين معا. أما ما أنجز آنذاك من آنذاك إلى الآن راه موجود. احنا جلدنا كل المنتخبين، كل المناضلين، كل السياسيين تاع الأفلام رغم يجلدوا بلدية بلدية من السكن إلى المدارس إلى الماء صالح للشرب ووارد المياه صالحة للشرب. ثم هذا ما زادتوش في الخمسينات كنا نجيو لوهران كنا نشربوا القهوة وتاي مالحة كاينة ولا ما كاينة فيها، نتكلم غير عن المياه كانت وهران الماء مالح، كانت بنية محدد السير تاعو اللي محدد شوية يزود وهران. الآن بفضل الصرامة تاع السيد الرئيس مشروع الماو مستقبلا مارس الأوران الماء راه عادي الآن في وهران، في الجنوب الكبير، في الجنوب الكبير مشروع القرن، مشروع القرن ما بين عين صالح. تعرفوا عين صالح؟ عين صالح في الصيف 50 درجة فوق الصفر، 50 دوغري أو تسي دو زيرو. عين صالح تمر راشد هاور معايا قمامة من تمر راشد 750 كيلومتر، ما كانش بلاد في العالم، بلاد في العالم اللي قام بمشروع من عين صالح تمر راشد 750 كيلومتر
في الصحراء et le Sahara est considéré comme le désert le plus chaud du monde au seulement le Tamaras. على سبيل المثال شنو يقول لك ما مكان والو مكان هي سهل نسلم فيها لهذا احنا بكل صراحه مرتاحين واللي عندهم التايمر بوليتيك مازال في الطب انا كطبيب ها بوكا ما لقيناش حاجه التايمر كان طبيب جزائري في غرنوبل اللي حاول ابن مجاهد بن عبيد بروفيسور بن عبيد اللي هو برج باريريج هو مقيم هنا في غرنوبل اللي عمل بعد التجربات ولكن لحد الان الالزهايمر مازال ما عالجناه والالزهايمر بوليتيك صعب اللي ينسى عندنا صعب ربي يغفر له على ما يقولوناش ان المسرى موجود من بلديه لبلديه من ولايه لولايه هذا هو العمل تاعنا اللي قمنا به لحد الان تكلمت على التنسيقيه نتاع جيل بوتفليقه اللي بداوا في العمل تاعهم ترويج وتعزيز اما في العمل تاع جمع المعلومات اقول جمع المعلومات على ما انجز منذ 99 كل شيء عندنا مدون هنا كل شيء راه موجود بقات عليها في السياره ولما الوثيقه تكون واجده في معجزات تكون في مفاجات مفاجآت لأن مشينا فلينا كملي بلدية بلدية عدد السكان السكان دخلوا 4 ملايين تجيهم سهلة 4 ملايين ولكن 4 ملايين سكان احنا نعرفوا بلي في كل عائلة المعدل تاع أفراد العائلة ما بين 5 و6 لو طول طو دوكيباسيون دو لوجمون اللي كان 7.6 في 99 نزل إلا 4 الآن يعني 4 ملايين سكنات ولكن الآن 4 ملايين سكنات ل 4 ملايين عائلة 4 ملايين عائلة كل عائلة فيها ما نقولش 7 ما نقولش 4 كل معدل 5 ضرب على 5 20 مليون جزائري استفدوا من السكن في عهد بوتفليقة 20 مليون دولار حاجة أخرى رغم اللي بعض الناس ينساوا تكلموا عن التطور والمشاريع المشاريع 99 شحال كنا من عباد شحال كنا من مواطنين ومواطنات تعرفوا الأعداد ولا ما تعرفوش أقل من 29 مليون كنا 28 مليون و700 سكن 99 كي انتخب عبد العزيز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 28 مليون 700 ابيتون ما بين هذه سمعوني يا جماعه الكلام ما بين 62 و 98 تقريبا 40 سنه 62 كنا 9 ملايين يعني تقريبا 40 سنه زاد ب 19 مليون وصلنا الى ما يقرب 19 الان 43 مليون ما بين 99 2017 15 مليون زادوا في هذه البلاد و15 مليون جزائري الزياده نتاعهم التلقيح نتاعهم العلاج نتاعهم النقل نتاعهم القراءه نتاعهم في الابتدائي في المتوسط يعني 15 مليون جزائري زيادة على اللي كانوا موجودين هذا الرقم لازم الإنسان ما ينساش نو سون 43 مليون دالجيريان اي انت 99 اي 2018 15 مليون دالجيريان زادوا دونك
prendre en charge et que l'État a pris en charge. قراءة تاعهم في الهواء تاعهم في السكنات تاعهم في النقل تاعهم كل هذا الشيء اللي انجزه راه واضح كل وضوح الا تكلم عليه السيد الرئيس في رسالته للعمال الجزائريين في اول ماي اعطى صوره حنا كنا المبادره كنا صداقين أول فبراير الأفلام نصب لجنة الوطنية لجلب وتقييم ما أنجز ثم حتى الوزير الأول فيما بعد قال ماشي يقوم بالتقييم معليش لا بلا جدال مرحبا بكم واش قلنا أنا آنذاك حاولنا بقدر الإمكان أقول بقدر قدر الإمكان نوضح ما هو الموقف نتاع الجزائريين فيما يتعلق بالرئاسيات وانعقاد اجتماع هيئة تنسيق الهيئة العليا للتنسيق للحزب كون من أعضاء المكتب السياسي من الوزارة اللي في الحكومة والوزارة السابقين الأحيان والديار رؤساء اللجان ونواب رئيس مجلس الشعب الوطني ومجلس العمال وإطارات كنا من حفل واحد وصلنا رسائل موقعات من مئات ألف من المناضلين مئات ألف من المناضلين كل شيء مدون كل شيء سبتو شخصين لفخامة الرئيس 48 ولاية النواب بغرفته اجتمعنا في الحزب النواب البرلمان أعضاء المحافظين اجتمعنا واللقاءات الجهوية في ميلا في شرق الغملين في الطرف في سحراس في تبوشت في تلمسان في تيزي وزو ياكوران يعني كل هذه اللقاءات فيه بيانات من عند المناضلين تاع جبهة التحرير الوطني يطلبوا فيها من فخامة الرئيس نظرا لكل ما انجز والمشاريع يطلبوا منه يواصل المهمة تاعو نحنك قيادة ولك أمين عام من الواجب من الواجب باش نأدي رسالة للرأي العام قال هل المناضلين يحتاجون التحرير الوطني 700,000 مناضل كلهم بالإجماع اللي ماشي موافق يسامحنا معليش يطلبوا من السيد الرئيس مواصلة المهمة تاعو هذه الموقف تاع جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بالرئاسيات رئيسنا رئيس الحزب الأفلان حرر البلاد الأفلان من البلاد وحنا ونحن كمناضلين تاع الأفلان أقول كمناضلين تاع الأفلان ماشي نحن نعمل كل ما في وسعنا باش يكون دائما رئيس الجمهورية أفلان رئيس الجمهورية أفلان و الكلمه الأخيرة سيد الرئيس احنا قمنا بالواجب تاعنا ندخل مليون مليون من هذا المؤتمر الجهوي في حملة تحسيس المواطنين على ما أنجز وعلى المشروع الجديد لأنه في تواصل احنا عملنا معه في الحكومة وشفنا العمل تاعو
كل ما أنجز بتعليمات بأوامر بمخطط، كل ما أنجز في كامل القطاعات بفضل إرادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأخيرا في استجواء مع معهد في لندن أوكسفورد بيزنس جروب معروف عالميا، اللي أعطوا صورة حقيقية على ما يجري في الجزائر حقيقية. عمل استجواء طويل وأعطى صورة خريطة الطريق فيدروت جديدة الجزائر 2020-2030. هذه 2020-2030 مع من نخدموها؟ مع من؟ كاش واحد اخر جينا من جهه اخرى ولا؟ ولا البركه تاع السي عبد العزيز؟ هذا هو رأس المال. سان كابيتال، سان كابيتال بريسيو، سان تريزور دو سو كي ايتي رياليز. سي انكرويابل. ان شاء الله ما يصوروش لما تشوف الارقام وتشوف البلديات عين العسل في الطرف ولا لابيسيت الشيخ في البيض يعني، ولا بنيدوالا في تيزي وزو، الانسان يقول واش يعني البلاد تغيرت في 20 سنة، تغيرت. لهذا طلبوا ربي الله عز وجل يعطينا القوة باش نقنعوا الرئيس باش يواصل. هذه المنية تاعنا فعلا. والخط الأحمر نقولها لكم من دروك ما بيننا وبين كي يكون لخارج الأفلام يترشحون ما يترشحوش من حقهم، الدستور موجود، كل جزائري توفر فيه الشروط عنده الحق. إذا نكتفي بهذا القدر الكافي من كلمة الأمين العام للأفلام جمال ولد عباس.